لا مشكلة لدى الأوكرانيين في قتال لسنوات طويلة مقابل أن يكون ثمن استعادة الأراضي حتى جزيرة القرم، إذ أظهرت آخر استطلاعات للرأي أجرتها مؤسسة جالوب بأن نحو 70% من الأوكرانيين مصممون على مواصلة القتال حتى تفوز بلادهم في الحرب ضد روسيا. وأظهرت الاستطلاع دعما قويا للقتال حتى النصر في العاصمة كييف بنسبة 83% والانتصار غرب البلاد 82%، لكن الحماس أقل في جبهة الشرق بنسبة 56% مقابل 58% لجبهة الجنوب حيث الخطوط الأمامية، في حين يقول 26% من المواطنين إن الحكومة الأوكرانية يجب أن تتفاوض لإنهاء القتال في أسرع وقت ممكن، بينما دعا 90% من الأوكرانيين إلى القتال حتى استعادة القرم التي استولت عليها موسكو عام 2014 وفقا للاستطلاع.